واقف عيد ارجع. تعرف انه هلا عرضوا علي المستشفيات، عرضوا علي، بعثوا لي بريدات وبعثوا لي كل شيء وايميلات انه يا حمزه تعصى بس دلنا شلون تخترع الدواء. ايوه عشان كورونا. بتعرف اللي دفعوا لي قد ايه؟ قد ايه؟ 33 تريليون دولار. ايوه دفعوا لي. ها دفعوا ده. بس اعطيني اسم الدواء. مو ليه ما عم تعطيني انت؟ طالب انا قد ايش؟ 44 تريليون دولار. ايوه 44 44 وقفوا قديش هن؟ 33 قلت له 44 تريليون دولار ولح يعطوك انا برايي ورح الوصفه عندي. ايوه بس بكتب لهم اياها. ايه باشر عليها خالصه خالصه كورونا خالص من عندي. جد بحكي انا ازمه عالميه بتنهيها. ابدا ابدا كله. ايوه عرفت؟ يعني كل واحد بياخذ. مين ارفع شخصيه اتصلت فيك مثلا كرئيس دوله ك انا دونالد ترامب دق له. ايوه كم مره؟ والله باسي داي ورجلي. كم مره دق له؟ شو 3000 مره يا زلمه؟ ابدا. ايه ورسائل وهيك. شو تاجر اللي كلها من امريكا؟ ايوه. ايه انت انجليزيتك منيحه يا ابو حمزه ما؟ انا وصلي 38 سنه بامريكا. ايوه الله يقويك يا رب. الله يخليك. طيب شو شايف بالوضع انت يا ابو حمزه؟ ورونا؟ اذا ما ساوي الدواء الحل عندي. عندك؟ ابدا. يدفعوا لي الفرنسيين تواصلوا معك الفرنسيين؟ بس ما كورونا. بس ما كورونا. قلعته. حدا من الحكام العرب تواصل معك؟ ملك سليمان. بيه؟ كمان قلعته. شو قد دفع له؟ شو دفع لي؟ دفع لي 3 تريليون دولار. لك يقول له هذول حق مصاص وهي الاولاد هذول. ايوه. ايه. هلو انا الاسراح عندي بالفضاء فوق. أيوة. تسوى 100 تريليون دولار. اي أيوة والله عرفت. وعم تطلع هلا انت عم تطلع عليها لان هي مركبه مو طيران ما لها علاقه من فوق على اسطوح البيت تطلع وتنزل. عم تطلع ما طيران كامل فوق وكل شيء. ايوه ايه الحمد لله. ايه ايه يعني مطوله هالقصه. طيب انت تنازل شوي بالمصاري مشان العالم. 44 تريليون دولار حطوهم بحسابي. ايوه خلص هاي الدواء عندي موجود. موجود هون موجود بالبيت عندها؟ اسمه جاهز. اسمه بس يصنعوه ويوزعوه على العالم خالص. خالص. تبع ايطاليا دق له؟ تبع ايطاليا دق له. دق له. رجعني قال لي شوف يا ابو حمزه. قال لي شوف عن الاموات صار اكثر من 3000 واحد. قلت له معلش. مو مشكلتي. الارض بدها سماد. ايوه. الصينيين دقوا لك الصينيين؟ بحياة اولادك مو انت عاطيهم دواء للصينيين حتى طابوا هي. طيب ليش يا ابني؟ دفعني. اكبر اول قوه بالاقتصاد الصين. هي الصين. نعم. تبلغ مساحتها الاجماليه نعم كاقتصاد نعم 28 29 تريليون دولار. نعم عرفت؟ قد دفعوا لك؟ قد دفعوا لك؟ انت تعرفني انا لا حسد لا والله بفرح لك. قد دفعوا لك الصينيين؟ قد دفعوا لك الصينيين؟ دفعوا لي 30 تريليون دولار. 30 تريليون. ايه. ايوه عرفت؟ وبس ما بس اسمه الدواء بس اسمه هذا اسمه وصنعوه شوف يعني ما بيحسنوا بس انهم بيحسنوا يستعملوا انه يعطوه للامريكان كذا ما بيقدروا. ما من عندي كله من عندي من عنده استشروني. ايوه انا بيونغ يانغ هذا. ايه بيونغ يانغ اسمه تبع كوريا. لا تبع الصين. تبع الصين. مهم. ايه هذا هو. عطول كان يقول لي ابو حمزه انت من عندك. أيوة. شو بدك انا اتصرف؟ ايوه ونهيته الشغله. نهيته قلت له خلص هذا للصين. يا لطيف. بس اذا بدك تعطي لهون او هون. ايوه. دغري بحط لك فيروس بداله. ابدا. ما عندي. ابدا. ابدا. ليكون هذا الفيروس الثاني اللي قالوا عليه انت. تبع الجرداء هاي. عرفت؟ صلاة محمد. ايه. كان بده يلعبوا بدالهم ما؟ وقفوا دغري. قلت له وقف تعال هون. قلت له كل انت بشعبك بايدي. يا لطيف. إذا ما 50 تريليون دولار 50 مو 44. طيب شو بدك تشتري أبو حمزة ب 50 تريليون؟ ها؟ شو بدك تشتري؟ بدك تاخذ محلات؟ شو ما بطلع المحلات. لكان؟ بشتري الفضاء كله. كله؟ أبداً. بدك تشتري محلات؟ كوكب زحل؟ بدك تساوي محلات فوق وكذا؟ بساوي أبراج. أبراج؟ لا خليفة ولا هي ولا فلوريدا. قومجية ودهان سيارات. شو بقلك شو هاي قومجية؟ لك شركات ناطحات سحاب بدي تساوي فوق. شو كلها مسجل باسمي فوق. يلا. عرفت علي كيف؟ يلا يتبع خلينا نشرب قهوة ويتبع اوكي.